ظروف الاعتقال صعب الواحد يحكي عنها بهاي المرحلة تحديدا. اعتقالي كان ب 28/10/2022، كان على حاجز طيار بخلال يعني خلال تنقلي من طول كرم لروم الله. فما فيش هذا الاشي الكتير كبير ينحكى، انه شافوا الهوية تعالي تمام، نزلت تحقيق 10 ايام على ولا اشي نهاية لغاية اللحظة ما بعرف شو تهمتي. فصفى الموضوع انه بس ملف سري احترازي، لانه احنا مش عارفين شو التهمة او شو ممكن نعطيك تهمة. فبلشت بإدارة 6 شهور مع الاستئنافات، ينزل يطلع الامور هاي كلياتها، ضل يتمدد لغاية اللحظة. اليوم انا الي 13 شهر، بهدول ال 13 شهر اخذت جوهري مرتين، وبالمرتين كان ينسحب. المرة الثانية كان المفروض انه يخلص الجوهري ب 25/10، بلشت الحرب من هون، اخذت كمان تمديد من هناك وانسحب تلقائي. هلا ما بعد 7 اكتوبر كل انجازات الاسره تم سحبها، تم سحب التمثيل، تم سحب الكانتين، تم سحب حتى الطاولات، الكراسي، الاقلام، الامور اللي كتير بسيطه. يعني فعليا الغرف كلها تحولت لغرف عزل، بطريقه انه بطل في ولا اي شيء موجود جوا الغرف. الغرف عباره عن زنازين فاضيه من كل شيء بالحياه، ما فيها ولا اي شيء، مجرد ابراش، والابراش كمان حتى يعني في منها فرشات منها بدون فرشات. الاكتظاظ صار كثير كبير، يعني انا كنت بغرفه بتوسع 6 بس كنا فيها 11. كميه الاعتقالات اللي صارت بالفتره الاخيره كثير كبيره، اقل مقومات الحياه مش موجوده، يعني حتى من ناحيه اكل وشرب والامور هاي كلياتها، احنا معتمدين على اكل السجن اللي هو كميه كثير قليله بجوده كثير قليله وكثير سيئه. حتى على مستوى ميه الشرب مش موجوده، انه هي هاي المي اللي احنا بنشربها من الكانتين بالدرجه الاولى، والكانتين مسكر. حتى الامور اللي كنا مشتريينها ومحطوطه بالكانتين الداخلي ما قبل الحرب هي تصادرت بشكل كامل. الامور اللي بالغرف كلها تصادرت، الاجهزه الكهربائيه، الاجهزه الكهربائيه، كل شيء حرفيا موجود بانجازات الاسره من اللحظه الاولى للحظه الاخيره هو مش موجود حاليا. يعني الاسيرات بالدرجه الاولى والاخيره هم حاليا في عندهم كذا رساله. الرساله الاولى تضامنهم الكامل مع اهلنا وشعبنا بقطاع غزه، الجرح والمعاناة اللي بحسوا فيها مع أهلنا هناك، وحتى ممكن إحساسهم بالذنب بدرجة من الدرجات إنه الحرب هاي كلها صارت باسم الأسرة بالدرجة الأولى. الرسالة الثانية دعم من المقاومة من يعني من النفس الأول للنفس الأخير، الأسيرات كلهم بدون أي استثناء بدعم المقاومة بكل تياراتها بكل أشكالها بكل إمكانياتها بكل شيء بتقدر تحققه على أرض الواقع. والله أنا يعني كنت كيف اللي الواحد هيك ما مصدق وهي تطلع، كيف ما شاء الله الجماهير الغفير اللي كانت برام الله، إشي مش طبيعي. كل العالم موجودين برام الله، كل العالم بيستقبلوا بيستنوا أولادهم بناتهم. الله يعني الله يفرجها على الجميع ويفرجها على الكل، يعني كل الناس بتحسهم كأنهم بالأسر. سبحان الله، الحمد لله رب العالمين انها طلعت، الحمد لله. إن شاء الله الفرج القريب إلهم ولجميع الأسرى والأسيرات يا رب في سجون الاحتلال، إن شاء الله ما بضل ولا أسير جوا. اصبروا وصابروا وتحملوا وثقوا بربنا، ربنا كبير وأكيد بيوم من الأيام إلا يطلعوا.